سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. جوله في السوق الاسبوعي. كتلاحظوا راني في السوق، السوق ديال لاكوا اللي في فيتوريا كاستيس. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الجديد اللي كاين. فلقيت هاد الاحذيه على هاد الشكل هادو، او لي بوت حطوهم على هاد الشكل هذا، دايرين ليهم الاثمنه 12 اورو كلشي. هادشي كامل 12 اورو، اثمنه جد مناسبه، اثمنه رخيصه بزاف، وفيهم بزاف ديال الشكيلات، واغلبيه كذلك ديال الجلد. كتلاحظوا كلهم كاليتي ديالهم جوده عاليه. فاول مره لقاهم يحطوا يعني الاحذيه بهذا الثمن هذا، فقلت لهم نشارك معكم هاد الهمزه هادي. فكتشوفوا لي بوط على الالوان، واغلبيه ديال الجلد كتلاحظوا هادو الشكل هادو تا هما. صراحة أثمنة باطلة البنات. كاين هاد لوغونج، هدا فني ونتا هو جا زوين الشكل ديالو. فكاينين شكيلات لي دومي طالون، كاينين شكيلات لي في لي عندهم طالون، وكاين كذلك لي بلا. ف يعني الأدوار كتختلف. كاين حتى الصبابط على هاد الشكل هادو، كتشوفو على هاد الشكل هادو ديال السيور. كاين فيهم الالوان كذلك، فيهم الكري، فيهم الماغون، فيهم الكرونه. كتلاحظوا جميع الالوان ديال السيور، وكذلك اللي عندهم اللصقه في الجنب، هادو كاملين فنين حتى هما الشكل ديالهم. كتلاحظوا احذيه كامله يعني اثمنه ديالها مناسبه جدا، 12 كيف قلت لكم. هنايا البنات جيت لقيت تريكوات كذلك، صراحه تريكوات ماركات اللي هما معروفين، وحاطينهم ودايرين ليهم 3 اورو فقط. بزاف ديال الشكيلات، كتلقاو شكيلات ديال كيابي، ديال ليفتيس، كتلقاو كذلك ديال اش ام، كتلقاو ستراديفاريوس، كتلقاو بزاف ديال الماركات اللي معروفين، بزاف ديال سارا، ديال بزاف ديال الماركات معروفين محطوطين هنايا. كلشي ب 3 اورو. فيهم الشكيلات اللي بالكولمونتي، فيهم شكيلات فقط خصكم تقلبوا فقط. هذه همزه يعني اللي حطوها اول مره نلقاهم. فكاينين يعني موديلات زوينين الصراحه، وكاين الالوان فنين. كتشوفوا كاين هاد الشكيلات هادو في الصومو، كاين الكحل، وكاين اللي كيعجبو الشكل كذلك اللي الشكل اللي كيجي فيه البريو. فكاين بزاف ديال الموديلات اللي جا فيهم داك البريو، وكاين كذلك الشكل على هاد الشكل هذا اللي كيجي فحال شكل الوايا. كاين الشكل كذلك اللي كيجي فيها كيجيو مشعرين رطيبين. كاين الريبيكات، كلشي ب 3 اورو صراحه. هميزه زوينين، كتشوفوا بزاف ديال الشكل. فديرين واحد ب 3 اورو، جوج ب 5 اورو اللي خديتو جوج. كتلاحظوا هنايا لقيت الشيلان، كتشوفوا هاد الشيلان البنات كيف شفتوا 3 اورو الواحد. فيهم يعني لي كاشكول، فيهم الشيلان، فيهم البوفاندات، فيهم شكيلات بزاف ديال 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 الفولارات جدادين بالتيكيتا. كتلاحظوا هذا الشكل هذا. فيهم لي كاب اللي كيداروا يعني في البرد. فيهم بزاف ديال الموديلات لي فولاغ على هذا الشكل اللي هما ماركة تيني كذلك. فهادو كاملين جدادين البنات يعني بلي تيكي ديالهم، دايرين ليهم الثمن ديالهم 3 اورو. كاين السيكان، تلقاو بزاف الهميزات يعني في هاد الدار. خصكم فقط تقلبوا، يكون عندكم الخاطر باش تقلبوا. فكتعرفوا السوق دائما كيخص يكون الخاطر، مكانش عندكم الخاطر ما غاديش تقداو، ما تقدروش يعني تلقاو الحاجات زوينين. كاين كتشوفوا الفولارات، كاين بزاف ديال الشكيلات. صراحه انا ما عنديش بزاف الخاطر البنات باش نبدا نقلب بزاف، فقط كنوريكم بعض البياسات. كتشوفوا هادو كاملين البنات كيكونوا الثمن ديالهم القليله في بريمارك 7 اورو ولا هكاك 6 اورو. كاين لي فولار اللي كان الثمن ديالهم كتاخذهم بديك 15، كتلقاوهم هنايا فقط ب 3 اورو. واذا خديتو جوج راه دايرين ديك الاوفرطه ديال جوج ديهم ب 5 اورو. كتلاحظوا شوفوا هاد الشيء اللي كيهبلوا يعني الفولارات، كيهبلوا الشكيلات ديالهم والالوان كذلك. تلقاو الالوان بزاف الالوان، كاين شكيلات ديال النمر، كاين شكلت كتشوفوا بزاف يعني هادو كاملين فيهم التيكي ديالهم يعني نوفو، ما مستعملينش غير هما يعني خاوينهم على هاد الشكل هذا. كيكونوا فيهم شويه ديال ولا بدا كتلقاو فيهم التكماش على كيجيو هكا على شكل لي كولي.
كتشوفوا هاد الفولارات حتى هما جدادين، كلشي جديد. انت كتلاحظوا البنات كاينين ديال القطن، كاينين طويقيات كتلاحظوا على هذا الشكل هذا، بوفاندات هذو اللي اولا لي كاشكور، كاين شكل اللي داير، كاين شوفوا هاد الطويقيات هادو كذلك فنين صراحه، فنين كيهبلوا حتى هما فيهم هاد الشكلات ديال البنوتات. كاين هادو جايين بحال جايين بحال داك الطويقيات ديال تركيا، حاطين بزاف ديال الشكلات صراحه. لاول مره هادو يجيو يحطوا هنايا في لاكوا. كاين حتى لي زاكسسوار كتلاحظوا لي زاكسسوار هكا البنوتات ديال الشعر كذلك، اي حاجه يعني في البيسوتيريا تلقاو عندهم. حاطين حتى السيكان كتلاحظوا على هذا الشكل هذا، بالنسبه لي كيعجبو هذا الشكل واسع. كتشوفوا هذا السيكان على هذا الشكل هذا ديال الجلد، هادو تا هما دايرين ليهم 3 اورو بالتيكي ديالهم جدادين. ها مزايا البنات، والتذكير البنات اذا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش لايك وكذلك الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد ديال الاسواق الاسبوعيه او البريمارك او جميع المحلات المعروفه يعني المشهوره. كتشوفوا هاد لي زاكسسوار هادو كاملين دايرين ليهم 50 سنتيم، فيهم بزاف ديال التويشيات زوينين. هنايا جيت لقيت هاد السبيبطات هادو كذلك صراحه فنيونين، شكيلات وصنيدلات على هاد الشكل هذا، دايرين ليهم كذلك دايرين فيهم التخفيض اللي هما جدادين، ودايرين فيهم الديسكونتو يعني كيديروا ليهم ليكيداسيون. فيهم حتى الصنادل، فيهم لي موكاسا على هاد الشكل، فيهم لي بوت، فيهم الصبابط هكا بسيور، فيهم بزاف ديال الشكلات. تلقاو كذلك لي طاي موجودين، كتشوفوا هاد لي بالغين هادو كيهبلوا حتى هما ديال الربيع هكا ديال الصيف، كتلاحظوا الثمن ديالهم كانوا ب 16 اورو. فكيف المعروف دائما اللي كيجيبوا الحاجات ديال التيندات دائما كيجيبوا ليكيداسيون ديال التيندات المعروفين، كيشريو الجمل يعني كتبقى لهم بياسات كيشريوهم وكيجيو هما كيترزقوا بهم كيعاودوا فيهم البيع. كتلاحظوا عندهم بزاف ديال الحاجات حتى هما الثمن ديالهم هادو ب 5 اورو سبيبطات. هنايا شفت هاد الطويقيات هادو صراحه كيهبلوا على هاد الشكل هذا، دائما كيحطوهم في السوق كتشوفوا على هاد الشكل، فيهم الالوان جميع الالوان كتجي فيهم هذيك الشوشه في الفوق. كتشوفوا شوفوا هادو كي رطات بين حنينين زويولين والالوان كذلك فنين فيهم الشكل اللي جات فيهم الشوشه وسامبل. هنايا البنات غادي نشارك معكم كذلك جابوا الاثواب، كاينين بعض مره كيجيبوا ماشي دائما كيجيبوا بزاف هنا في السوق. هاد المره لقيت هاد الشكل ديال الثوب اللي كتقدروا تستعملوه حتى في الطلامط فنيون هذا في الكري، وجا هذا في الزيتي. شوفوا هاد الشكلات هادو، كاين شكل مخطط وكاين شكل اللي جا ملس، هادو كاملين يصلحوا للطلامط فنين صراحه ورطيط بين. والثمن ديالهم دايرين ليهم 6 اورو صراحه زوينين. كاين هاد الماغون تا هو رطيط، وكاين هاد الشكيلات هادو تا هما دايرين ليهم 8 اورو كتلاحظوا. كاين هاد الموديل هذا في الكري، وكاين الشكيلات يعني كاين الحاجات ديال المانطيل كاين يعني كديرهم للطبله، وكاينين ديال تستعملوهم هكا الكامات، كاين اللي كيتستعملوا كل واحد جوج يعني الثوب راه كتعرفوا يعني البنات راه صراحة عارفين كل حاجة لمن تصلح. اللي تار انتباه ديالي انا هما هادو صراحة زوينين، كيكونوا غاليين. هاد الشكل هذا كيكون في المبرر كيكون غليظ، على هاد الشكل راه كيكون غالي يعني في الشكل ديالو يعني اللي دخلته مع الالوان، خصوصا هذاك اللي شفته في الزرق صراحة فنيون. وهنا كتلاحظوا عندهم حتى الثواب ديال الخوامي او ديال الريدوات، وغادي نوصلوا للجوله نشوفوا الجديد كذلك في الحويجات البنات. كاين هاد السبيبطات كذلك حاطينهم على هذا الشكل صراحه، التروت ديالي تا هادو ديال الوليدات ب 5 اورو فقط، هادشي كامل ب 5 اورو البنات، كلشي يعني بغيتو الكبار الصغار كلشي جديد. فيهم لي بالغين على هذا الشكل هادو في البيض فنين البنوتات، هادشي تيبان لكم كتجي فيهم واحد الوريضه. كاين سبرتيلات كذلك ب 5 اورو على هذا الشكل صراحه الرخا، دائما السوق كتلقاو فيه شي حويجات يعني كتلقاوهم اقتصاديين. كتشوفوا سبرتيلات هذا الشكل هادو فيهم الطايات، كاين هاد الموديلات الصباب تاع هاد الولاد
صراحه الكاليتي ديالهم زوينه. شوفوا هاد الصنادله هادو حتى هما بالنسبه للصنادله البنات دايرين ليهم 3 اورو. شوفوا هاد الشكيلات هادو دايرين للصغار 3 اورو وللكبار 5 اورو. شوفوا هادو حتى هما يعني في تيند هادوك البنات تلقاهم ب 14 15 هاد الشكل هذا. هاد الشكل هذا تلقاهم ب 15 اورو 12 اورو. دائما كيكونوا في الصيف كيكون الثمن ديالهم طالع. كاين سنادلات كيهبلوا البنات ب 3 اورو. شوفوا ديال البنات شوفوا البالفينات تلقاو بزاف د الحاجات. كاينين هاد بنطوفات على هاد الشكل سبرتيلات كتشوفوا على هاد الشكل هادو ديال الرياضه حتى هادوك ب 5 اورو. وهادو راه فيهم حتى هما الطايات يعني اللي بغا هادو راه فيهم الطايات. صراحه كاينين هموس فقط تقلبوا. شوفوا هاد السنادله هادي حتى هي ب 5 اورو. صراحه كتهبل زوينه. شوفوا هاد الشكل هذا زوين فيه تراكون. كاين هاد الشكل هذا بحال شكل الحضور كذلك ب 5 اورو. كاين شي حاجات اللي بثلاثة وكاين اللي بخمسة. كتلاحظوا لي بوتين كذلك بالتيكي ديالهم جدادين ب 5 اورو. كاين هاد الموديل هذا تا هو فيه الطايات ب 5 اورو البنات. دي هكا زوين الاولاد هكا يعني دي وقته. شوفوا هاد الشكل هذا تا هو كيهبل زوين ب 5 اورو تا هو. تلقاو بزاف د الحاجات فقط كيف كنقول لكم السوق كيبغي اتساع الخاطر وكذلك تقلبوا على خاطركم. شو هاد البنوارات هادو كذلك الثمن ديالهم دايرين ليهم 12 اورو فنين بالسراول ديالهم. تلقاو بزاف ديال البيجامات اثمنه ديالهم بين 12 و 15. كاينين اغلبيه ديال الشكيلات يعني كاين فيهم الشكل المبرا كاين الشكل ديال الكشمير كاين هاد الشكيلات هادو في البلو مارين. تلقاو بزاف ديال الحاجات صراحه فنين واثمنه جد مناسبه. وهنا البنات وصلت الى نهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ما تنساوناش من لايك وفي امان الله وحفظه ومع السلامه.